ثم أبصرت. عندما تنقشع دياج الظلمات بنور الشمس الساطعة وتملأ الدنيا بأشعاعتها الذهبية الدافئة، تظهر أمامنا الحقيقة بأجلى صورها الواضحة لتثلج صدورنا وتغمرنا براحة فائقة. فهذه حكاية، وما أغربها من حكاية، حكاية فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، ولدت في مدينة كلينتون غرب لندن. لديها أخ واحد فقط وعمره 29 عاما. قضت هذه الفتاة معظم فترات حياتها في أمريكا، وباقي فترات حياتها قضتها في الهند وفرنسا. تربت الفتاة في عائلة هندوسية، وقد ترعرعت في أوساط وعادات وتقاليد الديانة الهندوسية. فوالدها من بنجاب في الهند، ووالدتها إنجليزية. عاشت الفتاة طفولتها وحيدة بلا صديقات، وكان السبب في ذلك أنها ولدت ضريرة، فجميع الأطفال كانوا يستهزئون بها لأنها ضريرة ومن أصل هندي، لذلك قضت معظم حياتها وحيدة. تميزت هذه الفتاة بأنها إنسانة مثقفة جدا وغير متعصبة بالدين، وليس عندها أي مانع للتعرف على الأديان، حيث أنها تحب التعرف على الناس والثقافات الأخرى. لذلك درست علم الاجتماع، لأن لديها ميول وعشق لهذا التخصص. ودرست كذلك التاريخ، ومن ضمن دراساتها تاريخ الإمبراطورية الفارسية. لذلك كان لابد لها من دراسة الإسلام، حيث أن العرب قاموا بنشر الإسلام في بلاد الفرس. لذلك قرأت الفتاة العديد من الكتب الإسلامية المرتبطة بالتاريخ التي أثارت إعجابها بالدين الإسلامي. ومن الأشياء التي أثارت إعجابها بالدين الإسلامي لباس المرأة الحجاب، والصلاة في أوقات محددة، والعبادات والطقوس الإسلامية كالمسيرات الدينية. وبعدها أخذت الفتاة بقراءة العديد من الكتب عن المذهب الشيعي والمذهب السني. وبعدها أشرقت لها شمس الحقيقة، وأبصرت الفتاة طريقها بنور الإسلام المحمدي الحقيقي. حيث أنها اختارت التشيع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مذهبا لها، وهي تناهز 14 من العمر. وبهذه المناسبة العظيمة قررت تلك الفتاة أن تغير اسمها إلى زهراء. صرحت زهراء قائلة: I'm being really really honest here in that I don't feel like I was ever really going to have an affinity, or I don't feel that there was ever really much of a chance that I would have become Sunni. I did convert directly as a Shia. Like, I just clarify, because I know that there are a lot of converts who initially start out as Sunnis and so on. I mean, not that there's a problem with that at all. So yeah, I just became very fascinated and did a lot of reading and a lot of asking questions. And لذلك قامت بعمل بحث ودراسة بأقرب مسجد لمنزلها، وهو مسجد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وشرحت كل شيء للسيد الذي يصلي بالمسجد. ولكن كانت تواجهها مشكلة، وهي أنها لا تقود السيارة، وكان من الصعب عليها جدا الذهاب إلى المسجد بشكل يومي بسيارة الأجرة، وذلك بسبب حالتها. لذلك قام السيد المسؤول عن المسجد بترتيب ذلك مع إحدى العوائل التي تحضر المسجد، فقد قامت إحدى الأخوات باصطحابها معها عندما كانت تود الذهاب إلى المسجد.
فقد وفرت عليها التعب والتكاليف والمعاناة. أحست زهراء أن المسجد أعطاها الشعور بالإطمئنان والأمان والروحية الاجتماعية والتواصل، عكس ما كانت تحسه بالكنيسة والمعبد، على عكس المسجد الذي رحب بها ترحيبا كبيرا وأحاطها بالاهتمام والرعاية، وتقبلها أهل المسجد كما هي دون بصر، بلا اكتراث بمن تكون ومن أين وبلا عنصرية. ومن الأشياء التي شدت زهراء إلى الإسلام هو وجود أجوبة لكل شيء، فهنالك أجوبة لكل سؤال يتعلق بحياتنا مثل الفقه والشريعة والعقيدة. وقالت زهراء إنها وجدت في الديانات الأخرى ثقوب وفراغات كبيرة ومشاكل لا يوجد لها حل، ودائما يقولون استخدم حكمتك وعقلك، على عكس الإسلام الذي وجدت فيه زهراء حقيقة أنه لكل سؤال جواب وهنالك حل لكل معضلة، حيث يوجد جواب محدد وخاص لكل مشكلة، فهنالك الحلال والحرام والمكروه والمستحب والحسنات والسيئات، فهذه المميزات والتفاصيل لا توجد في الديانات الأخرى. من التصريحات التي صرحت بها زهراء: I was very drawn by the wholesome aspect of Islam. Islam really felt like a whole religion, the complete religion, in that it really truly can fill and complete one's entire life without any sort of problems. Or also, I also certainly noticed a lack of hypocrisy, whereas like in other faiths, I do find a lot of hypocrisies and things, and that's not to say that there are no Muslim hypocrites, but the faith itself is true, assuming you practice it the way that it's meant to be practiced. I was very drawn to that. I mean, I was very drawn to the justice of Allah, just the concept of having like a just God. سبحان الله، فهذه الفتاة عاشت في بيئة بعيدة كل البعد عن الإسلام، والأغرب من ذلك أنها ضريرة، ومع ذلك تخطت العقبات واستطاعت بعد بحثها العميق الذي تجرد من أي نوع من أنواع التعصب أن تصل إلى دين الحق، وهو إسلام محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فقد ركبت زهراء سفينة النجاة. وفي الختام نوجه لكل إنسان على وجه الأرض هذه الدعوة المخلصة بنية صافية أن نتجرد من كل أنواع التعصب، ونبحث بكل موضوعية وبنية مخلصة لله عز وجل عن الدين الحق والمذهب الحق الذي سيقودنا إلى النعيم المقيم. فمن منا لا يريد أن يخرج من هذه الدنيا لينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهو حائز على رضا الله جل وعلا. نتمنى لكل إنسان مخلص لله تعالى التوفيق لركوب السفينة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.